الدراسة المختلطة فتنة ولا شك، فتنة ولا شك، وهذا مما ينبغي أن يعالج. وأن تتنادى الأصوات يا جماعة خلاص، وبعدين طيب في قطاع من البنات كبير متجلدة منقبة محجبة لا تريد الاختلاط، فتاة تجلس جنب شاب، يعني هذا يعني إيش معنى إيش معنى يعني. فهناك فتيات عفيفات 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 يريدنا النقاء، يريدنا دراسة نقية، لازم يصير فيه الآن بداية، يعني تجار ينشئون كليات ولو كليات قطاع خاص لإنقاذ الموقف، ثم يتنادى الناس والوجهاء والكبار إلى المسؤولين لأجل إيجاد مدارس. يعني الكفار الآن في أمريكا بدأوها، نحن المسلمين أولى ولا لا؟ الأصل هي عندنا، هذا ديننا.